البلاغات تكون متسرعة مقتضبة وبدون تفاصيل ديال اللقاءات. يعني هذا ما يجعلنا كإعلاميين لا نجد يعني تفاصيل جديدة، ولأن الصحفي يتطلب على المتابعة، والمتابعة كتعني الجديد، والجديد المسؤولين ديال التنسيقية هما اللي مفروض أنهم يعطيونا هاد الأمور هذه. ثانيا النقطة الثالثة، رجاء حافظوا على نظافة نضالاتكم، وصوبوا من، أنا أقول لا أتهم إخوان الأساتذة والأخوات، ولكن من يسيء إلى نضالاتكم فهذا الأمر تولي عكسي لدى بعض الأطراف اللي تستغلوا الفرصة أنهم ينعتوا النضالات ديال لدرجة أن بعض الأوسط تقول بأنها قضية عادلة أصبح يقودها محامون فاشلون، وهذا حاشا أن ينطبق على من يناضل بالفعل، إنما كيتعرفش في الفيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي هل أصحاب تلك الردود المتشنجة وأحيانا لا أخلاقية عنهم الأساتذة أم لا؟ هذا تبقى تساؤل. أنا أنزل أستاذات الأساتذة المتدربون على أن يسقطوا في هذا الفخ باش يصغروا من النضالات ديالهم أساسية، وهو أن النضال ديالكم كاين دارج ضمن النضال العام ديال الشعب المغربي من أجل التغيير. النضال ديال الشعب المغربي اللي آخر موجة ديالو اللي موجة ديال حركة 20 فبراير اللي عندها دابا امتدادات على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية وكذلك الإعلامية إلى غير ذلك، اللي حركت بطبيعة الحال واحد الواقع ديال القمع ديال الاستغلال وديال الإرهاب. بالتالي الحركة ديالكم كجزء من هذا النضال العام أكيد أنكم ضفتوا لها واحد الإضافة نوعية. كان الرفيق العوني يتكلم على مجموعة ديال الميزات واحد المجموعة ديال القيم لها، أنا أضيف على أن ما أعطى قوة الحركة ديالكم والاستقلالية ديالها. إذا كان الدستور كما ذكرتم أستاذي والمواثيق الدولية تنص على الحق في التظاهر السلمي، إلا أن الحكومة المغربية دائما تتحجج بأن مسيرتنا غير مرخصة أو ليس لها تصريح مسبق. فهل في الحقيقة نتساءل، أنا أتساءل كباقي الأساتذة المتدربين، إذا طلبنا تصريح لهذه المسيرات فهل الدولة ستصرح أو ستقبل بهذه الطلبات؟ أنا أتساءل فستقبل، وهي التي كانت تنصل من الحوار منذ بداية احتجاجاتنا التي وصلت إلى شهرها الخامس. بالنسبة أيضا للتعليم الخاص، ذكرت أستاذي أن على الدولة أن تضمن على الأقل لهذه الفئة تشغيل في القطاع الخاص، لأني أرفض هذه الفكرة لأن مطلبنا هو تشغيل في القطاع العام وإنقاذ المدرسة العمومية. إنقاذ المدرسة العمومية التشغيل في القطاع العمومي وإنقاذ المدرسة العمومية التي وصلت إلى حجم الخصص الذي وصل باعتراف وزير التربية الوطنية الذي وصل إلى 20,000 أستاذ في الفترة الحالية. وشكرا مرة أخرى. المواثيقية تبقى ورقية لا أقل ولا أكثر، حيث أنه عندما ننزل للميدان نلاحظ أن هناك خروقات بالجملة منذ فترة الحسن الثاني إلى حدوث اللحظة. لكن هنا أتساءل، هل هناك إجراءات أو تدابير تتخذها هذه المنظمات الدولية تجاه هذه الخرقات؟ أما الأمر ينتهي عند إصدار تقارير تنص على يعني أو تقارير على المراتب يعني مراتب الدول، وبالتالي أن الأمر إذا كان ينتهي فيضرب في مصداقية حتى هذه المنظمات الدولية، وهذا ما أصبحنا نلاحظه في الآونة الأخيرة. سؤال حول الأسباب المتجلية وعدم استقلالية الإعلام العمومي بالمغرب وتقييده بالحكومة ممثلة في وزارة الاتصال، وما تعرضنا له من تعتيم إعلامي وتمرير مبالغات تبخس وأسطر جيدا على كلمة تبخس من نضالاتنا كأساتذة متدربين بعموم التنوع الوطني،
كما لا تفوتني الفرصة لأسجل اختلافي مع الأستاذ العوني، واختلاف بطبيعة الحال ليس للود قضية. اصبر اختلف معك أستاذ الفاضل في طريقك في طريقتك في تصريف 3000 أستاذ متدرب. على ما نتطلب في الآن ربما لا تسمح لمناقشة هذا الموضوع حفاظا بطبيعة الحال على عزائم النقاش. نحن كمغاربة لم نطلب يوما من هيئة ما أو من مخزن ما أو من حزب ما أن يتخلى عن وظيفة أستاذ. هذه الوظيفة، هذه العمل، هذه المهنة. الآن مع هذا حزب العتاريس ومع هذا حزب المخزن يتم التخلي على مهنة أستاذ.